كده هنتعلم ان شاء الله باذن الله تعالى كيفيه زراعه الطماطم في الاسس. احنا جبنا التربه قلنا، و تربه دهيا رمليه بعد ما حطينا عليها العناصر الكبرى والصغرى واصبحت جاهزه. قلنا الرمله ربما يكون فيها املاح او حاجه، فياريت نبيتها ليله في ميه وبعد كده بنطلعها ننشفها في يوم كده في الشمس، وبعد كده ايه بنبدأ نضيف عليها المادة العضوية وبنحط عليها البتموس وبنحط عليها المطهر الفطري ويكون ريزوليكس منقط توبسين اي حاجة. الحاجات دي بتتباع في بائع بالخلق يا جماعة كلها على فكرة، عند مديرية امن القاهرة كده بنلاقيها. تمام، هزرع يا ازرع شتلة زي كده يا ازرع بذور مباشر زي كده، الاتنين معاك اللي تختاره حضرتك. لو على فكرة الطماطم بتجود إذا كانت خارج البيوت فبنزرعها في 1/9 يا جماعة تحت التظليل عشان يدخل عليها البر يلاقيها جامعة وفيها طماطم زي اللي قدام حضرتك دهيا. تمام، فبنبدأ على بركة الله كده. لو عايز أزرع في أسس بقى بذور مباشرة باجي أهو وأعمل لي إيه حفرة كده صغيرة بإيديا. تمام، وباجي اجيب شويه بيتموس من دهم. ليه بيتموس؟ عشان البيئه المناسبه لنمو البذور الصغيره دي. تمام تمام كده حطيت البيتموس اهو، باجي اخد بذرتين مش بذره واحده بقى، بذرتين. ليه؟ ربما واحده ما تطلعش هتطلع التانيه وبحطهم جنب بعض. طب لو طلعوا الاتنين اقدر اشيل واحده منهم واسيب التانيه. بذرتين اهم ببدأ اهو، شايف نص عقلة الصباع اهي، نص عقلة الصباع اهي، وبرميهم كده اهم. تمام، اهم بذرتين وببدأ اردم عليهم كده اهو. تمام، وببدأ اروي النبتة بتاعتي، اروي كده تمام، بروي بالدش بتاعي او بأي حاجة يا جماعة ما تشغلش بالك يعني، المهم بس حاجة ما تخليش التقوي تطلع. انت بتبقى ما تكبس جامد على فكرة على التقوي كمان. تمام، منكبس جامد يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هون. طيب انا بقى خليني مجازا كده، لو انا عايز ازرع شتلة هقوم جاي على الصينية بتاعتي كده هوت، بعد ما زرعنا الصينية وطلعت وتمام التمام، وبطلع الشتلة بتطلع بالمكعب بتاع البتموس كده هو. شايف معايا كده المكعب بتاع البتموس اهو الطلعه تمام التمام، مفيش اي مشكله خالص. الجدر ابيض اهو، ده دليل على ان اللي انا ما عنديش لا عفان جذور ولا اي حاجه خالص، جذر ابيض زي الفل اهو، النمو الخضر كويس ماشي. وببدا ازرع الشتلايه بتاعتي. طبعا الشتله بتكون محترمه زي كده، انت ممكن تعملها على فكره في البيت زي ما شرحت لك بالطريقه وهتطلع احسن شتلايه وهتدعي لي والله ماشي، بس يعني بتكون الامور الري بحسابه كل حاجه بحسابه، واي سؤال اسالني على الواتس عشان تطلع المنظر ده هو. تمام، ما تقولش هي الامكانيات اي نعم عاليه، ولكن يعني اللي موجود يعني ما يعني ممكن تطلع زي كده خالص. هتحطها زي حضرتك ما انت شايفه اهو، الطماطميه اهي حطيناها هايبريد سنجل كروس. تمام، وما تنساش برضو ما تتعاملش مع الزرع بخشونه او عنف ماشي. انا اعتقد باذن الله تعالى ان احنا هنجيب منها زي ما احنا جايبين كده، شايف ده شايف ده، احنا نجيب منها زي ما ديت فيها الحمد لله كده. دي شايلة اكتر من 20، اكتر من 20، هتلاقيها بالمنظر ده هوت. يا معالي الرئيس ادي احنا زرعنا، ما تنساش كل يوم والتاني على حسب، مش كل ما تتضايق ولا كل المدام ما تنكد عليك عيشتك تروح تضرب لي البتاعة مية، لا، المية بحساب، المية بحساب يا جماعة، المية بحساب، لان المية في بداية ممكن تعفين للجذور. تمام، فالمية بحساب، الله يهديك، ميه بحساب. شايف المنظر؟ اعتقد يعني ذا سينس ووز قبلين، يعني المنظر كان واضح قوي قبل وهي لسه تربه، وبعد ما زرعنا، وحاليا المنظر يعني ما شاء الله حاجه
مفرحة جدا وحاجة جميلة جدا، تشرح القلب وتخلي الإنسان تشجعه إن هو يزرع الطماطم والخيار وكل حاجة، بس بطريقة علمية محترمة يا جماعة. من ضمن الطرق العلمية المحترمة إن الأسس تتناسب مع حجم الطماطم. الطماطمية ده الصغيرة النونو دهيت اللي هي مسكينة دهي هتبقى قد دهي ومحملة زي الوضع اللي انت شايفه. فبالله عليك اتقي الله فيها وخليك رفقا بالقوارير. انا بقول لك بقى رفقا انت بالطماطم، الله يصلح حالك، لان انا بعز الطماطم. اعتقد يعني ان احنا قلنا اللي فيه الكفاية. الواتساب موجود لو حضرتك تسأل اي سؤال تحت امرك في اي حاجة. ليلا قبل نهارا، اخوكم رجب الشبراوي، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلاما على الطماطم دي. بصراحة والله ما عايز اقفل الكاميرا من منظر الطماطم البديع، ما شاء الله حاجة كويسة جدا جدا جدا.